أفاد مراسلنا في صنعاء بأن وفد الحوثيين غادر العاصمة اليمنية باتجاه جنيف للمشاركة في محادثات السلام التي يرتقب أن تنطلق غدا برعاية الأمم المتحدة. وبعد تضارب بشأن موقف الحوثيين من المشاركة، أكد مراسلنا مغادرة طائرة الأمم المتحدة وعلى متنها ممثلون عن الحوثيين، بالإضافة إلى حزب المؤتمر واللقاء المشترك والحراك الجنوبي. وأكد قيادي في حركة أنصار الله الحوثية في تصريح صحفي أن موافقة الحوثيين على المشاركة جاء بعد استجابة المبعوث الدولي لطلبهم المتمثل في تحديد الأطراف المشاركة في المؤتمر. نحن نغادر اليوم إلى جنيف بدعوة من كريمة من الأمم المتحدة للمكونات والقوى السياسية اليمنية لإجراء مشاورات شاملة ودون شروط مسبقة لبحث سبل كيفية إحياء العملية السياسية وبحث حلول للأزمة اليمنية القائمة. نحن نؤكد أن المشاورات هذه هي بين المكونات السياسية اليمنية التي حددها بيان الأمم المتحدة الصادر يوم أمس والذي نشر في موقع الأمم المتحدة يومنا هذا.